وطن اف ام 99.2. سيفنا هو القلم، كلنا للوطن، كلنا للوطن، كلنا للوطن. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. أسعد الله مساءكم متابعينا في جولة إخبارية جديدة من برنامج مساء الخير يا وطن، نطلعكم من خلالها على آخر الأخبار المحلية والدولية والعالمية عبر شبكة وطن الإعلامية. دعونا نبدأ بأبرز عناوين النشرة. مسؤولون يحملون إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن استمرار الإهمال الطبي بحق الأسرى. ونادي الأسير جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة في 28 من الشهر الجاري. هيئة الأسرة توثق تفاصيل اعتداء الاحتلال على طفلين خلال اعتقالهما. وحملة مسعورة لشرطة الاحتلال توقيف واعتقال مئات آلاف العمال الفلسطينيين. وفي أخبارنا أيضا، فنانون وكتاب ينسحبون من مؤتمر معهد جوتا الألماني إثر إلغاء مشاركة الفلسطيني محمد الكرد بسبب موقفه من الاحتلال. وفي تفاصيل هذه الجولة، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال، إصابة أحدهما شديدة وذلك خلال مواجهات اندلعت في مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم يوم أمس. وأفادت وزارة الصحة أن الشاب في 23 من عمره وصل مستشفى بيت جالا الحكومي وهو يعاني من نزيف حاد في البطن نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه جيش أو جنود الاحتلال خلال
العدوان على مخيم لدهيشة. وأيضا ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت أحد منازل بهدف اعتقال أحد نشطاء المقاومة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شابان برصاص الاحتلال، كما وأصيب شاب برصاص الاحتلال اليوم خلال اقتحام لمدينة قلقيلية. أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأصابت شاب برصاصة مطاطية بالظهر خلال انسحابها، واعتقلت الشاب أنس أبو عدبة من منزله بخلة الراعي والشاب سامح أبو سنينة. قال المحامي خالد زبارقة بأنه تم تعيين جلسة جديدة للطفل الأسير أحمد مناصرة في 28 من حزيران الجاري، أي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على طلب مستعجل تقدم به طاقم الدفاع عن الطفل مناصرة بسبب خطورة وضعه الصحي والنفسي. أشار زبارقة إلى أن طاقم الدفاع تقدم بطلب للإفراج الفوري عن الطفل مناصرة، وذلك على ضوء نقله إلى سجن الرملة نتيجة لخطورة وضعه الصحي والنفسي. علق الأسير محمد نوار إضرابه عن الطعام والذي استمر لمدة 10 أيام رفضا لعزله المستمر منذ 11 شهرا، وذلك بعد الاتفاق بإنهاء عزله قبل العيد ونقله إلى سجن آخر. قال نادي الأسير في بيان له اليوم إن الأسير نوار يقبع في عزلة أو في عزل السجن ريمون، وهو معتقل منذ عام 2001 ومحكوم بالسجن مدى الحياة، علما أنه خاض عدة إضرابات منذ العام الماضي رفضا لعزله. وحمل مسؤولون إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى، وطالبوا كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى بما تضمنته اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر وزارة الإعلام بمدينة رام الله. من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدر أبو بكر إن سلطات الاحتلال تتبع أكثر من وسيلة للتنكيل بالأسرى، منها التنقلات بين الأقسام من سجن إلى آخر عبر البوسطة والاقتحامات والتفتيشات المستمرة والضرب وتخريب مقتنياتهم وإتلاف المواد الغذائية وتقليص مواد الكانتينا، أيضا بالإضافة إلى تكسير الأبواب وسياسة العزل الانفرادي في زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ومضيفا أنه يمضي الكثير من الأسرى في هذه الزنازين ما يتسبب بسوء حالتهم النفسية، وأضاف أيضا أن التعامل مع الأسرى المرضى سيء جدا وأن إدارة السجون تماطل في علاجهم، وأكبر دليل على ذلك الأسير المريض ناصر أبو حميد، منوها إلى أن كثيرا من الأسرى استشهدوا نتيجة الأمراض وما زالوا محتجزين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، فضلا عن أنهم يعيشون على نفقتهم الخاصة ما يتنافى مع ما منصوص عليه في المواثيق الدولية. ونبقى في ملف الأسرى وممارسات الاحتلال تجاه الأسرى. كما نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم عن محاميتها هبة غبارية تفاصيل التنكيل والمعاملة المهينة التي تعرض لها طفلان اعتقلهما جيش الاحتلال مؤخرا وزجهما في قسم الأشبال في سجن مجده. معنا عبر الهاتف الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أهلا بك، مساء الخير. أهلا بكم والحرية والكرامة لأفغانكم، مساءكم. أستاذ حسن، لو تضعنا في صورة ما
تعرض له الطفلان خلال عملية اعتقالهما من قبل جيش الاحتلال. نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى لحظة عن التنكيل بكل أبناء الشعب الفلسطيني، ويستهدف الأطفال الطفولة الفلسطينية من خلال سياسة الانتهاكات والتعذيب والإيذاء والتنكيل بهم منذ اللحظات الأولى لعمليات الاعتقال، حيث وفق ما نقلته المحامية عن شهداء إفادات للفتى والطفل إبراهيم حشاش من مخيم بلاطة قضاء نابلس والبالغ من العمر 16 عاما، كيف تم الاعتداء عليه وتفتيش غرفته ومنزل عائلته والعبث بمقتنياتها والأغراض الشخصية، واقتادوه إلى مراكز التحقيق في بيتح تكفى وحوارة، حيث أعلن الإضراب لمدة 4 أيام رفضا لسوء المعاملة والتعذيب والتنكيل الذي مورس بحقه. وقاموا أيضا بتوجيه العبارات النابية والبديئة، بالإضافة إلى حرمانه من النوم والطعام وغيرها من الإجراءات التنكيلية التي تمس وتنتهك حقوق الطفولة بشكل مباشر. الأسير إبراهيم الحشاش هو أيضا كان عندما استشهد والده كان طفلا جنينا في أحشاء والدته، وتم تصويره أيضا خلال عملية الاعتقال من خلال هاتف خلوي كشكل آخر من انتهاك حقوقه، وهو مكفل الأيدي ومعصوب الأعين، وهذه إجراءات يلجأ لها الاحتلال الإسرائيلي بما يتناقض مع اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقيات مناهضة التعذيب. وأيضا الفتى الآخر والطفل الآخر جمال حشاش 17 عاما هو الآخر تعرض إلى الإيذاء وإلى التعذيب وتعصب الأعين والأيدي وتكبيله، وخلال احتجازه اعتقاله عن حاجز حوارة بمنطقة نابلس، وتعرض هو الآخر إلى سوء المعاملة وإلى التنكيل وإلى الاعتداء عليه بأعقاب البنادق وبالركلات وبالبساطير. وهذا مؤشر واضح على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعير وزنا لكل القيم الأخلاقية ولا يحترم حقوق الأطفال على الإطلاق، بل يعمد بشكل متعمد ومقصود على امتهان كرامتهم والتنكيل بهم بشكل دائم. نعم، يعني أستاذ حسن، في ظل استمرار هذه السياسة الإسرائيلية ممنهجة تجاه أطفالنا وتجاه حياتهم أيضا وتعريضها للخطر، نهيك عن الباقي الأسوأ، ولكن نحكي عن المرحلة من هم في مرحلة الطفولة بعد وتحت السن القانوني، نشهد أيضا قضية أحمد مناصر حتى الآن وتعرضه للمزيد من التنكيل أيضا والمماطلة في حكمه أو حتى عرضه للمحاكمة في دون السن القانوني. يعني أين هو موقف الدولي، المجتمع الدولي حتى الآن حتى هذه اللحظة رغم كل هذه المرافعات التقارير الدولية للمجتمع ككل؟ يعني للأسف الشديد المجتمع الدولي يبدو أنه غائب كليا عن ممارسات وسلوكيات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه فيما يتعلق بأبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة قضايا الأسرى والمعتقلين، الذي يلجأ ليس فقط إلى التعذيب وإصدار الأحكام الجائرة، وإنما أيضا يحتجز جثمين من يستشهدون داخل سجونه. وبالتالي هذا الوضع بالفعل هو يتطلب أن يكون هناك حراكا حقيقيا دبلوماسيا من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية، كي تنتصر للقيم الأخلاقية التي شرعها المجتمع الدولي والدفاع عنها في مواجهة عنجهية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يحتاج إلى جهد مكثف من الدبلوماسية الفلسطينية. نعم، كنت معنا عبر الهاتف السيد حسن عبد ربه الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شكرا جزيلا لك. نواصل أخبارنا المحلية، حيث دعا رئيس الوزراء محمد شتية إلى ضرورة وضع ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة كمدخل لعملية سياسية بما يتضمن تمكينا من
أو تمكيننا من إجراء انتخابات في كل محافظات الوطن بما فيها القدس. جاء ذلك خلال بحثه مع وزير الخارجية سلوفاكيا إيفان كوتشوك الملف السياسي والعلاقات الثنائية. ناقش شتي لدى استقباله الوزير كوتشوك في مكتبه بمدينة رام الله اليوم ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من سياسة القتل لأبناء شعبنا وهدم البيوت واجتياحات المسجد الأقصى وتصعيد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين. شدد شتي أيضا على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل لنهيها عن إجراءاتها المدمرة لحل الدولتين، معتبرا أن وسم بضائع المستوطنات خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمال حتى الوصول إلى مقاطعة كاملة للاستيطان ومنتجاته والقائمين عليه. كما ودعا رئيس الوزراء إلى حماية القانون الدولي والحرص على تطبيقه في كل مناطق العالم، موضحا عند ذكر الاحتلال في العالم يجب الحديث عن إسرائيل أولا، وعند ذكر انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب الحديث عن إسرائيل أولا. ذكر معهد أريج أن سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على مخطط استيطاني جديد يستهدف الأراضي الفلسطينية في محافظتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة من أجل إقامة مستوطنة صناعية جديدة. أوضح أن المخطط الاستيطاني الجديد يقضي بمصادرة ما مساحته 320 دنما من الأراضي التابعة لقرى في محافظة قلقيلية وفي محافظة سلفيت بما يقارب 174 دنما و156 دنم من أيضا في محافظة قلقيلية بأجل توسيع المنطقة الصناعية القائمة في المنطقة. جدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية المستهدفة بالمخطط الاستيطاني الجديد تتوسط مستوطنة عمانوئيل العمرانية التي تم إنشاؤها في عام 1981 والمنطقة الصناعية التابعة لها. وفي ملف نزار بنات، وصف غاندي الربعي محامي عائلة الناشط السياسي والاجتماعي المعارض نزار بنات قرار النائب العام العسكري الذي تم بموجبه منح إجازة من التوقيف للمتهمين بالموقفين على ذمة قضية قتل نزار بنات بأنه فضيحة تجاوزت أبجديات القانون، فيما أكدت عائلة بنات أنها انتهت من تشكيل فريق قانوني عربي فلسطيني للتوجه للقضاء الدولي بعد أن كانت انسحبت من المحاكمة التي يجريها القضاء الفلسطيني. قال المحامي في حديث عبر شبكة وطن الإعلامية بأن ما جرى يمثل رسالة لكل مواطن فلسطيني بأن لا عدالة، وأن النائب العام العسكري المسؤول عن تنفيذ القانون يتجاوز كل صلاحياته الممنوحة وفق القانون، حيث لا يوجد سلطة بإعفاء إجازة من الاعتقال إلا بموجب قانون، وبالتالي ما حدث تجاوز لأبجديات القانون التي لا يجوز النقاش فيها. وأضاف لا يوجد ما يسمى بإجازات لموقوف، وأن الإجازة تعطى لمحكوم والمحكمة هي المختصة بالموافقة أو عدم الموافقة على طلب إخلاء السبيل. وأيضا مضيفا أن هذا المسار الخاطئ والشائن لا يوجد إلا في فلسطين، وللأسف أصبحنا نموذجا في الشذوذ عن القانون. وقال أيضا أننا أو ناشد أيضا كل صاحب ضمير وسلطة وقانون في فلسطين، وأن ما حدث فيه هو فضيحة وهو تحقيق الحد الأدنى من العدالة. مدير مكتب
تحت وزارة العمل في بيت لحم أيمن عودة، إن وزارة العمل قررت فتح مكاتبها في كافة محافظة الوطن أيام السبت، وذلك من أجل تقديم الخدمات للعمال داخل الخط الأخضر. أشار عودة إلى أن عمل المديريات ومكاتب العمل جاء لغاية تقديم كافة الخدمات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال داخل الخط الأخضر بناء على توجيهات وزير العمل نصر أبو جيش. دعا عودة كافة العمال إلى التوجه لمكاتب العمل أيام السبت في حال كان لديهم أي معاملات أو استفسارات، ويأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين كما يقول عودة. الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل على موقعها الإلكتروني أن فنانين وأدباء دوليين انسحبوا من مؤتمر أبعد من الجاني الوحيد حول ديناميكيات اليمين العالمي الذي ينظمه معهد غوتا الألماني، وذلك جاء احتجاجا على قيام معهد غوتا بإلغاء الدعوة التي كان قد وجهها للناشط الفلسطيني المقدسي محمد الكرد. كان معهد غوتا الألماني أعلن في تغريدة له عبر تويتر عن إلغاء دعوة الناشط الفلسطيني الكرد بدعوى أن مواقفه من نظام الاستعمار الإسرائيلي ليست مقبولة، وأنه ليس متحدثا مناسبا في المؤتمر. وإثر موقف معهد غوتا من الناشط الفلسطيني محمد الكرد، فإن منسقا الجلسة التي كان من المفترض أن يشارك فيها الكرد أعلنا انسحابهما من فعاليات المؤتمر، واعتبرا قرار المعهد بمنع الكرد من المشاركة تصرفا عنصريا ويفرض مناخا من الرقابة المناهضة للفلسطينيين. وتبعت ذلك انسحابات عديدة من بين مشاركين بالمؤتمر. سجلت جميع هذه الانسحابات كرفض لموقف معهد غوتا العنصري ضد الفلسطينيين ومحاولته نزع الشرعية عن النشطاء الفلسطينيين، وأيضا عن حق الشعب الفلسطيني الحر في النضال من أجل حقوقه. ألقاها عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية صباح اليوم في افتتاح الدورة 31 للمؤتمر القومي العربي الذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ولمدة 3 أيام، ومشاركة عشرات ممثلي الأحزاب القومية والوطنية من مختلف الدول العربية. قال إن المشروع الصهيوني ما زال مشروعا استعماريا غربيا يخدم مصالحها الاستعمارية في المنطقة لتحقيق حلمها في بسط نفوذها وسيطرتها على المنطقة العربية ونهب ثرواتها لما يمثله الوطن العربي من مخزون للطاقة التي تمثل شريان الصناعات الحديثة في العالم. بعثة الحج اليوم عن اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة لأداء مناسك الحج، وقالت البعثة إن الفوج الثاني والأخير من حجاج غزة وصل فجر الأربعاء، وعددهم 596 حجا. يشار إلى أن عدد حجاج قطاع غزة العام الحالي هو 1332 حاجا غادروا جميعا عبر معبر رفح البري يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بفوجين. كان الأول عددهم 736 حاجا. من جهتها أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مغادرة الفوج الأول من حجاج الضفة من أريحة والبالغ عددهم 900 حاج وحاجة بحضور وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري.
وفي أخبارنا أيضا صادقت الحكومة في جلستها الأخيرة الاثنين الماضي على تعديل جدول الرسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003. جاءت المصادقة بعد تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار. اعتبر المحامي محمد سقف الحيط أن الهدف من قرار مجلس الوزراء برفع قيمة رسوم المحاكم هو ثني المواطن عن اللجوء إلى القضاء، ووصف سقف الحيط ارتفاع الرسوم بأنه إخلال بمبدأ مجانية القضاء، وحذر أيضا من أن رفع سعر الرسوم سيؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة واستيفاء الحق بالذات. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، دخل الخزينة العامة 15 مليون ونصف مليون شيكل بدل رسوم مجلس القضاء الأعلى بحسب بيانات وزارة المالية. وبعد التعديلات من المؤكد أن هذه الإيرادات سترتفع بشكل لافت. ووفقا للجدول الجديد، فقد ارتفعت رسوم بعض القضايا والدعاوي بمختلف أشكالها بصورة لافتة، فارتفعت بعض رسوم بعض القضايا بمقدار 100 ضعف كرسوم الطلبات المستعجلة التي قفزت من دينارين 2 إلى 200 دينار. كان الحد الأعلى للرسم أمام محاكم البداية 500 دينار، لكنه تضاعف في الجدول الجديد إلى 2500 دينار. فيما يتعلق بالحد الأدنى للرسم أمام محاكم الصلح فكان 10 دنانير وأصبح يصل الآن إلى 50 دينار، والحد الأعلى من 100 إلى 1000 دينار. وبعض القضايا التي كانت تخضع للحد الأدنى أصبح صاحبها ملزما بدفع الحد الأعلى. الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم غد الجمعة، حيث ستغادر أول حافلة من أرض الوطن الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، وذلك لتسهيل حركة وسفر حجاج بيت الله الحرام. أما بالنسبة للمسافرين القادمين لأرض الوطن فإن المعبر يعمل كالمعتاد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا. دعت الإدارة العامة للمعابر والحدود المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر تجنبا للازدحام. أعلنت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم أن الاثنين المقبل سيكون يوما لعدم الشراء احتجاجا على الارتفاع المستمر في أسعار السلع. قالت الجمعية في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي كرسالة للحكومة خلال اجتماعها وللشركات والتجار الكبار أن المجتمع الفلسطيني لم يعد قادرا على توفير احتياجاته الأساسية. أضافت تقليد يوم دون شراء هو سلوك حضري تعتمده جمعيات حماية المستهلك العالمية إما لخفض السعر أو تمرين لترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في الشراء، ونحن هنا نسعى لخفض الأسعار ولفت نظر المسؤولين. كان رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية قال في تصريح قبل أيام إن الوزارات المختصة لا تتابع الأسعار، وتوقع على ارتفاعات في أسعار الألبان والخبز والدقيق والزيوت. أضاف أيضا أما الفقراء فلا نقابة لهم ولا زيادة دخل ولا حد أدنى للأجور، وتابع لقد استنفذت جمعية حماية المستهلك وسائل المخاطبات الرسمية لجهات الاختصاص والاتحادات الصناعية وغيرها، ولم يبقى أمامنا إلا التوقف عن الشراء 3 أيام ليشعر السوق والمصانع وغيرهم بأهمية المستهلك. أخبارنا
عدنا أيضا على الصعيد الرياضي، ارتقى منتخبنا الوطني الفلسطيني إلى المركز 94 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الصادر اليوم الخميس. جاء ارتقاء المنتخب إلى هذا الترتيب بعد نجاحه في التأهل لنهائيات كأس العام أو كأس الأمم الآسيوية 2023. كما عاد منتخبنا الوطني إلى قائمة أفضل منتخبا على مستوى القارة، أفضل 15 منتخب على مستوى القارة الآسيوية. وعربيا واصلت المغرب تصدر المنتخبات العربية بعدما حلت في المركز، بينما ارتفعت تونس إلى 22، المركز 30 تليها مصر، وثم الجزائر 41، ودوليا حافظت برازيل على صدارة الترتيب تليها بلجيكا الثانية، بينما ارتفعت الأرجنتين إلى المركز الثالث. وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم تسجيل 9568 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وبحسب الوزارة الدولة الاحتلال فإن 212 مريضا بحالة خطيرة، من بينهم 41 على أجهزة التنفس الاصطناعي. وتراجعت الإصابات بشكل طفيف، وذلك بعد أن سجلت على مدار يومين معدل أكثر من 10,000 إصابة باليوم الواحد. الأخبار الدولية لهذا اليوم، نظم نشطاء منظمة العمل من أجل فلسطين البريطانية اعتصاما على سطح مصنع تابع لشركة الأسلحة الإسرائيلية في مدينة تشينستون. رفع المشاركون في الاعتصام العلم الفلسطيني وقاموا بطلاء الجدران باللون الأحمر في إطار حملتهم المتواصلة لإنهاء تجارة الأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا. قال متحدث باسم منظمة العمل من أجل فلسطين إن النشطاء سيواصلون حملتهم حتى إغلاق المصنع، وصولا إلى تقويض أرباح الشركة من أجل دفعها لإنهاء عملها في المملكة المتحدة. يأتي هذا الاعتصام بعد 48 ساعة من إجبار الشركة الإسرائيلية على إغلاق مقرها الرئيس في شارع كينغستون بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد 5 أشهر من إجبارها على إغلاق موقع آخر في مدينة أولدهام. إلى الأردن، حيث قتلت طالبة أردنية اليوم داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في منطقة شفا بدران بعمان. أصيبت الفتاة بخمس رصاصات في مختلف أنحاء جسدها، واحدة منها استقرت في الرأس. ووفق المعلومات فإن الطالبة تدرس تخصص التمريض سنة ثانية، تلقت رصاصات من شخص ليس طالبا في الجامعة، إنما استطاع الدخول بسلاحه مرتديا قبعة وقام بملاحقتها بعد خروجها من الامتحان وإطلاق النار عليها قبل أن يلوذ بالفرار، وهو يطلق الرصاص في الهواء لإفشال محاولة أيضا القبض عليه. كانت قد مديرية الأمن العام قد أصدرت بيانا قالت فيه أقدم أحد الأشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل الجامعة، إذ نتج عن ذلك إصابتها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاد الفاعل بالفرار. ولاحقا أكدت المديرية وفاة الطالبة متأثرة بإصابتها. ذكرت وسائل إعلام تركيا أنه تم توقيف 5 إيرانيين ومواطنين تركيين في إسطنبول بتهمة التخطيط لاغتيال سياح إسرائيليين، وأن الخلية تعمل لحساب المخابرات الإيرانية. أفادت وكالة أنباء بأن القوات الأمنية داهمت 3 مساكن في أنحاء المدينة وفندقا.
في حي بالمدينة واعتقلت المشتبه بهم وضبطت أسلحة. وفي وقت سابق من هذا الشهر حثت دولة الاحتلال مواطنيها على تجنب السفر إلى اسطنبول وضرورة عودة الموجودين هناك. وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد أن يقول إن الجهود الضخمة التي تبذلها قوات الأمن الإسرائيلية أنقذت أرواح الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، شاكراً الحكومة التركية على مساهمتها. كشفت مذكرة نشرت على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن لندن فرضت حزمة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا اليوم. أوضحت المذكرة التدابير الجديدة ومن بينها حظر تصدير مجموعة من السلع والمنتجات التقنية إلى روسيا، وكذلك حظر تصدير وقود الطائرات أو جنيه الاسترليني أو الأوراق النقدية الصادرة عن دولة الاتحاد الأوروبي. أشارت كذلك إلى أنه سيجري تطبيق قيود جديدة على تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية وخدمات الصناديق والوساطة في عمليات استيراد الحديد والصلب. وفي آخر أخبارنا الدولية، قالت أو أفادت مصادر أمريكية بأن البيت الأبيض يعمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قبل زيارة الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل. قالت المصادر إن البيت الأبيض عقد الأسبوع الماضي إحاطة مع خبراء من مؤسسة فكرية حول رحلة بايدن إلى المنطقة، وطرح موضوع خارطة الطريق للتطبيع. وبحسب المصادر لن يكون هناك اتفاق قبل زيارة بايدن، لكن يعملون عليه وسيبحثه الرئيس الأمريكي مع القادة الإسرائيليين والسعوديين خلال الرحلة. قال مصدر آخر مطلع على القضية إن البيت الأبيض بيعتقد أن أي خريطة طريق للتطبيع ستستغرق وقتا وستكون عملية طويلة الأمد، موضحا أنه من خلال خارطة الطريق فإن البيت الأبيض يحاول خفض التوقعات بشأن ما هو ممكن في الوقت الحالي وما هو غير ممكن والتركيز على بدء العملية. قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنهم يؤيدون توسيع وتعميق العلاقات العربية الإسرائيلية، كما وأفاد مسؤول إسرائيلي بأنه لا يتوقع انفراجة كبيرة فيما يتعلق بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية خلال زيارة بايدن. أوضح أن الاتفاق على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الهند والصين قريب للغاية. متابعينا، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من مساء الخير يا وطن عبر شبكة وطن الإعلامية. دمتم في أمان الله. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن.
في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين.